مرحبا بك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. السيد والي صفاقس، السادة اعضاء المنصة، السيد رئيس الهيئة في البلاد التونسية الاستاذ نبيل، الاستاذ رؤوف رئيس المجلس الجهوي في صفاقس والجنوب، السادة رؤساء الاحزاب والهيئات، حضرات السادة رؤساء الهيئات والوفود بالدول العربية، الحضور كلهم باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لا يشرفني ونحن على أرض تونس الخضراء، تونس الحبيبة، أن نشارك في هذا المؤتمر الدولي وتحت عنوان التنمية الاقتصادية من والي لا مركزية وحكميتها، وليس بجديد على تونس وأهلها وممثليها وممثلي الهيئات أن تكون دائما السباقة، ونحن نتعلم من تونس وأهلها في عقد مثل هذه المؤتمرات الهامة والتي ستؤثر في المستقبل على سياسة الدولة في الاقتصاد. وإذ نحن نشكر رئيس الحكومة التونسية على اهتمامه برعاية هذه المؤتمرات أو مثل هذه المؤتمرات لهذه المهنة الحساسة بكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي مشاركة اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب وممثلي الهيئات المهنية والعربية عنوانا لأهمية توحيد إجراءات وقوانين مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية والاستفادة من تبادل الخبرات باسم الهيئات العربية. باسم الهيئات العربية نتوجه الشكر الجزيل لحكومة تونس ولهيئة الخبراء والشعب التونسي المضياف، وإذ نتمنى التوفيق لفعاليات هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.